صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، هذه دارهم تهيج شجوني، هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين العيون. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين العيون. جودي بالدمع فوق خدي يا جودي، هذه دار صحبنا يا عيون. هاي البيوت احبها، تستاهل دمعه هاي البيوت. الله، الابيات من نظم استاذنا الشاعر الاديب الخطيب الكبير الشيخ محمد سعيد المنصوري رحمه الله. هذه دارهم تغيج شجوني، كيف حبس الدموع بين العيون. جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني. بعدوا والبعاد أمر مريب مريب، وبما لا أطيقه واصلوني دهرا وما كنت أدري. واصلوني دهرا وما كنت أدري، بعد وصل ورحمة يهجروني، بعد وصل ورحمة يهجروني. أيها اللائمون، أيها اللائمون، كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. أيها اللائمون، أيها اللائمون، كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. تلك ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنون، وهي من أمهات ريب المنون. تلك ذكرى بها تهون الرزايا، من أمهات ريب المنون. هذه الذكرى تركت زينبا تنادي حسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني. تركت زينبا تنادي حسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني روعوني روعوني.
غيرتني مصائب الطفي حتى شنو صار؟ غيرتني مصائب الطفي حتى أن من يعرفوني لا يعرفوني. غيرتني مصائب الطفي حتى غيرتني مصائب مصائب الطف حتى أصبح العارفون بي ينكروني أصبح العارفون بي ينكروني أصبح العارفون بي ينكروني الليالي هيج الدلال لي يجل دلال بغمومة اشتريد تصير زينبكم المظلوم يل منكم الناس تعلمت الغيرة تقلب بالغموم وحايرة حيرة شاف الجان عدها ومالها غيره ويا محلى القمر عباس ورسوم يقول هذا الشاعر لجن بليلة كانت أحلى كل ليلة غاب وخلى زينب ظلت نحيلة يا نجم اللي ساغر حتى تشكيله الله يساعدك زينب المهضوم الله يساعدك زينب المغمومة وطالت عالعقيلة الليل ساعاته وقامت وحدة وحدة تنام نجماته لكن شلون زينب ليلها تباته آلام وحزن وجروح ملجومة وظلت للفجر بتزيد الأملاك يقلبها الحزن يقلبها الحزن ما بين هذا وذاك ما تنساك يا عاشور ما تنساك وظلت للفجر بتزيد الأملاك يقلبها الحزن ما بين هذا ما تنساك يا عاشور ما تنساك تنسى شكم جسم مطروح بالحوم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا يتذكر الأحبة وين وصلنا قبل ليلة البارحة باعتبار البارحة صارت فاصلة بالبحث اللي وصلنا له أول البارحة هو محطة جديدة من محطات الشبهة في نهج البلاغة واللي أوصلنا للشبهة في نهج البلاغة الفتنة في نهج البلاغة موضوع الفتنة في نهج البلاغة أوصلنا إلى الشبهة في نهج علي عليه السلام. عرفنا الشبهة إذا يتذكر الأحبة أولاً بينا أصناف الشبهة ثانيا أو دعائم بتعبير أدق دعائم الشبهة ثانيا كما ورد عن علي عليه السلام أمير المؤمنين كما في الكافي الشريف وجبت المصدر وياي وقرأت من المصدر إذا يتذكر الأحبة يقول الكفر على دعائم أربعة واحدة أو على أركان أربعة حتى نكون دقيقين الكفر على أركان أربعة وكل واحدة من هذه طبعا الشبهة من ضمن الأربعة وكل واحدة من هذه الأركان الأربعة تقوم على دعائم أربعة والشبهة تقوم على دعائم أربعة بيناها في محاضرة كاملة أول البارحة وانتهينا من ذلك. زين شنو بقى عندي بالشبهة بحث الشبهة قبل ليالي الأمير حتى نخلص بعد الشبهة والفتنة إن شاء الله تعالى وليالي الأمير تكون مختصة بالإمام علي عليه السلام وهسه احنا من واحد رمضان هسه بالإمام علي كل حكينا بالإمام علي
أصلا السنة شهر رمضان هو شهر الإمام علي سوينا كل علوم الإمام علي ومعارف الإمام علي عليه السلام. زين، محطة جديدة في بحث الشبهة، وهي تسميات الشبهة في نهج البلاغة. الشبهة، أمير المؤمنين لما بحثت في نهج البلاغة لقيت الإمام علي الشبهة مسميها عدة تسميات، وكل اسم طبعا إلى ارتباط بالشبهة وإلى معنى معين يكشف الشبهة من خلاله. شنو الشبهة وليش يقع الإنسان فيها؟ وهي من أركان الكفر. الله أكبر، كما يقول علي، وهذا بينا، الشبهة من أركان الكفر، وهي على دعائم أربعة بيناها. ليش يوقع الإنسان فيها الشبهة؟ علي بن أبي طالب يقول الشبهة لها عدة تسميات، وكل هذه التسميات في نهج البلاغة. شنو هاي التسميات؟ نتوكل يا تعبانين، نتوكل بكامل نشاطنا. البارحة كان عندنا استراحة بعد، فالليلة أريد بكامل نشاطنا وأريد أستعجل لأن ما ظل عندي وقت هواي ليادي الأمير، فأريد نخلص هذا البحث. زين، أول تسمية من تسميات الشبهة في نهج البلاغة اللي لقيته، يقول مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا أي خطبة مثل ما ثالثا بأعلى أصواتكم، أول تسمية من تسميات الشبهة في نهج البلاغة نسج العنكبوت. علي بن أبي طالب يعبر عن الشبهة، شنو شنو يعني نزع عنكبوت؟ الشبهة نزع عنكبوت، يعني كأن الإمام علي هيك يريد يقول، يريد يقول الشبهة بيها خيط واحد يو خيوط متعددة، الشبهة بيها خيوط متعددة. هذا أولا. ثانيا، هاي الخيوط المتعددة كل خيط وحدة يو متشابكة، متشابك. هاي الخيوط قوية ومتينة بحيث انت ما تقدر عليها يو تقدر عليها؟ تقدر عليها إذا عندك إرادة. شنو؟ إلا إذا كنت أضعف من الخيوط، ذاك الوقت بعد ما تقدر عليها. هذا مشكلة الإنسان، يعني مثل ما القرآن الكريم يعبر عن الشيطان أنه كيد قوي وضعيف. ضعيف؟ كان ليش هاي الناس كلها لاعب بيها جولة إذا ضعيف؟ شو هاي الناس لاعب بيها جولة؟ ابليس ياخذها يمنى ويرجعها شنو؟ يسرى. يظهر مع الاسف الناس صايره شنو؟ اضعف منه، مع اضعف. القران الكريم يقول كيد ضعيف، الناس صايره اضعف من الكيد الضعيف بحيث ابليس يضحك عليها ويجيبها ويرجعها. ولا شنو؟ ولا شنو؟ انت فسر لي يا شنو؟ شلون تستقوى علي بالله وبإرادتك؟ فعل إرادتك واستعن بالله عليه، فاستعد. إذا قرأت القرآن كذا استعد، مو القرآن كذا يقول استعد بالله. أنا دوم أجيب مثال حلو بهذا الجانب، بس مو ما أريد أضيع وقتي. دوم أجيب مثال ما أريد أعلق هواية، أقول ما أعلق يا جماعة الليلة، ما أعلق هواية حتى أمشي، ومن أبدي بالبحث تجي التعليقات هواية ويخرب شغلي كله. هاي فد مشكلة ما أقدر أخلص منها، ما أقدر. أنا دوم أجيب مثال على المنبر حلو، أقول واحد خال ببيته أجلكم الله كلب حراسة، عادة كلب الحراسة يكون شرس يو مو شرس، عادة شرس يكون، وليش يخلي حراس؟ مو من أجلكم الله هاي السايبة في الشوارع، لا، كلب خاص يكون شرس الغريب يلعب بيه جولة. واحد خال كلب شرس ببيته حماية، وإجا ضيف، الضيف يريد يتخلص من شر هذا الحيوان أجلكم الله. زين، سؤال، شلون يتخلص من شره؟ يستعين بصاحب البيت عليه. وهذا استعاذة بالله تعالى من الشيطان، هذا مثالها، أرقى مثال إلها هذا.
إذا تريد تعرف شلون تتخلص من الشيطان. أنت مالك شارة غير تخلي أبو البيت يكفيك شر حيوانه، لأن الحيوان يعرف أبو البيت، وإذا شاف أبو البيت استقبل ضيفه هو هم شنو؟ يترك الضيف ويقعد. فأنت تستعيذ بصاحب البيت من شر هذا الحيوان، هذا الكلب أجلكم الله. إبليس هكذا، إبليس هكذا كلب ينبح، فأنت كون تستعيذ به من خالقه حتى تكفى شره، بس تستعيذ به، تستعيذ بالله مو لسان، كيان. أكو فرق بين استعادة لسان وبين استعادة كيان، كله كيانك من الداخل كله كون يستعيذ بالله من شر إبليس. ذاك الوقت إش حده يوصل لك إبليس؟ إش حده؟ وأنا المسؤول، إش حده يوصل لك إبليس؟ أنت بس كيانك هل يستعيذ بالله، مو لسانك بس، وجودك كله يستعيذ بالله، ما يوصل لك، أصلا يقوم يخاف منك. أنا شفت رواية حلوة كلش حلوة، أئمتنا ينقلوها عليهم السلام، يقول لي يا ابن رسول الله أنت شو نقول لك؟ تقول هذا شغل إبليس، شغل إبليس، هسه هذا إبليس عايف ذولاك أهل الدنيا ربعة وجاي يمنا من الصبح لليل. الإمام قال له أولئك قد فرغ منهم، هم أهل الدنيا بعد إيش عنده وياهم إبليس؟ هم صاروا أبالسة، فهو إيش عنده يروح يظلهم؟ هم ضالين، إيش عنده يحرفهم؟ هم منحرفين، هم صاروا ربعا، فهو إبليس شغله وياهم لو ياكم وياكم، يريدكم تصيرون مثل ذولاك، انتوا لا تصيرون، استعيذوا بالله وخلي عندكم إرادة وإلى آخره. هذا اللي أريد أقوله، أقول الإنسان أقوى من إبليس إذا أراد ينجح عليه، بس إذا كان الإنسان بعض ضعيف زايد خذاك يسيطر عليه. الفتنة خيوطها صح متشابكة، صح كثيرة، صح 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 شتعبر، ولكن بنفس الوقت خيوطها شنو؟ رقيقة، بسرعة تقدر تخربها أنت، إلا إذا كنت أضعف منها ذاك الوقت تطيح بشباكة وتموت. يا أخي ما بدأ تعبك، علي بن أبي طالب أول تسمية للشبهة يسميها نسج عنكبوت، نقطة راس سطر، أنت كون تعرف شلون تتخلص من نسج عنكبوت، هذا هو الشكل. يا خطبة علي بن أبي طالب ايش يقول؟ وش قال علي بن أبي طالب؟ بعدني ما قلت خطبة خطبة 17 العفو، يعني بداية نهج البلاغة، خطبة 17: ومن كلام له في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل. علي بن أبي طالب صعد فوق المنبر يسولف عن اللي يصير حاكم وهو مو أهل يصير حاكم، فعلي بن أبي طالب صار عنده نية يسولف عن هذا اللي يقعد على الكرسي وهو أهلي ومو أهل، مو أهل، علي بن أبي طالب يريد يسولف فعليا. هسه طبعا هذا الحكي بس بوقت علي بن أبي طالب وحتى بوقتنا. حتى بوقتنا احنا الآن بلاءنا، هذا بلاءنا احنا الآن شنو؟ هذا شو يقول أمير المؤمنين؟ يقول أبغض الخلائق إلى الله صنفان، ما استجيئوا بالله، أكثر اثنين الله يكرههم بالدنيا، أكثر اثنين الله ما يحبهم يبغضهم بهذا الوجود كله، منو يا أمير المؤمنين؟ أبغض الخلائق إلى الله صنفان، الصنف الأول إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل. يعني شنو وكله الله إلى نفسه؟ نستجير بالله، نستجير بالله، نستجير بالله. أكو إنسان رب العالمين يسدده، هو شي يقول للرب العالمين؟ يقول له يا ربي كل شيء إلك بي رضا وفقني إلى، يعني خليني تحت عنايتك، خليني تحت تسديدك، شو تشوف شي بي مصلحتي أنا راضي به، هيك يقول له. فهذا يكون مو فقط تحت سلطان الله اللي هو يشمل الجميع، وإنما يكون تحت تسديد خاص إلهي، يسدده، يمشي على الصراط المستقيم، يكفي شر هذا الأمر، شر ذاك الأمر، لأن هو طلب من الله أن شنو؟ أن يخليه تحت عنايته بشكل خاص، وكل شيء تشوف به مصلحتي أنا راضي به، سوي لي يا رب العالمين، أنا خليت نفسي بين يديك.
حالي معك كحال الميت بين يدي غساله. شلون يريد يقلبه؟ يقلبه تسليم. احسنتوا وسلموا تسليما. اعتبرني جنازة بين يدين غسال، كيف يقلبها يمين يقلبها شمال؟ كيف ما تعترض. هذا رب العالمين هم يسدده ويوفقه. الإمام علي يقول أكو بعض الناس لا، رب العالمين مو يكله إليه، يكله إلى نفسه. يقول هذا أبغض الخلائق إلى الله، الله ما يحبه. فهو جائر عن قصد السبيل، جائر عن قصد السبيل، يعني هذا يمشي على الصراط المستقيم لو ما يمشي، إذا ورى نفسه يمشي ما يمشي يا سيدي ما يمشي. مشغوف بكلام بدعة. يا جماعة علي بن أبي طالب عظيم 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 حتى ينقطع النفس. يقول هذا شلون تعرفون؟ تدرون شلون تعرفون؟ نعم يا أمير المؤمنين. يقول يدور الشواذ من الأفكار، البدع، شكو شغلة عوجة يتشلب بيها. ترى شوفوا شوفوا، أكو ناس الآن موجودين بواقعنا بس ما أريد أتقرب، أسولف من بعيد وأنت تقرأ بين السطور. أكو ناس شغفهم بالبدع أكو ناس شغفهم شنو؟ بالبدع والأمور الشاذة الغريبة يتشلب بيها ويبقى يحكي بيها بين الناس، يتبناها يطرحها، يشق عصا المؤمنين من خلالها. أكو شغلته هاي، يعني هو يدور عليها أصلا، هو يرى نفسه فيها. إيش أكو قضية تفرق الناس؟ إيش أكو قضية تخلي عداوات بين الناس؟ إيش أكو قضية تجرح مشاعر الناس؟ إيش أكو قضية منها مثلا؟ ما أقدر أوضح أكثر المشكلة، ما أقدر أوضح أكثر. هو أصلا يجد نفسه بذني. الإمام علي يقول هذا مخذول، الله وكل إلى نفسه ولم يكله إليه. أما هذا اللي الله وكل إليه وخلاه تحت عنايته وتسديده، بالعكس يدور الأمور التجمع الخير، الكلمة الطيبة، محضر الخير، يوحد المؤمنين. يقول السعيد من اكتفى بغيره. إذا واحد غيري شايل عني المسؤولية جزاه الله ألف خير وآني أوقف وياه وأساعده ما دام هو يخدم المؤمنين، مو أجي أوقف وجهه وأقول له لو آني لو ألعب يو شنو يو أخرب الملعب. هذا اللي يريد صلاح الناس يشتغل بهالطريقة، أنه مو آني إذا غيري صدق جزاه الله ألف خير وآني حتى لو أعلم من غيري هم أصير جو غيري وأسدده وأدعمه لأنه قاعد يخدم ويقدم خدمة وحافظ المؤمنين وأكو بالعكس. أكو بالعكس، أصلا هو يجد نفسه بالتفريق، يجد نفسه بضرب الصف، يجد نفسه بالأمور الشاذة الغريبة يطرحها بين فترة وأخرى فيخلي المجتمع يضج يفرح الدنيا متلمه. ما ادري واضح حكي يوم مو واضح. انت كون تميز، كون تصير ذكي، هذا منو ذاك منو، هذا شي يريد ذاك شي يريد، حتى ما توقع بشبهه. ما توقع بشبهه وتميز، تغربل، تعرف، تقرا، واعي. اقول علي بن ابي طالب ما خال شيء بهذه الامور وغيرها ما مبينه، بس جيب العاقل اللي يفهم اللي يقرا اللي يهتم لهذه الامور. علي بن ابي طالب صاعد فوق المنبر كانه يصف حالنا اليوم، والراح يجي من بعدنا بألف سنه ويسمع هذا الكلام هم يجد فيه دواء دائم ودواء مجتمعي. هيك علي بن ابي طالب يعطي قواعد صالحه لكل زمان ومكان.
شوف انت بعض الناس بين فترة أخرى يدب له في الشيخ يفرح يفرح أصلا هو فرحته بهاي ونفسه بهاي أصلا يشتهر بهاي يطلع بهاي ينعرف بهاي. وأكو يبحث عن هدوء الناس، وحدة الناس، محبة الناس، خدمة الناس. أي مشكلة مريد، أي فتنة بين المؤمنين ممنوع، الدماء حقنوها، الأعراض حفظوها. أم هذا منهج فرق عن شنو؟ عن ذاك. أن تكون تميز بين هذا المنهج وذاك المنهج. أكرر أعيد كلام الإمام علي، يقول إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه والعياذ بالله، فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، شغف بالغرائب، بالبدع، بالشواذ، بما يفرق، باليدعو للاستغراب، شغف بهاي السوالف. هذا علي بن أبي طالب يقول أبغض الخلق إلى الله، حتى إذا كان عنده لحية ولابس محابس وسبحة. بعد مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، ودعاء شنو؟ ضلالة. بعد يا أمير الله أكبر، ما أعظمك يا أمير المؤمنين، شقد خبير أنت يا أمير، ولا ينبئك مثل خبير واقعا. يا دواء كل داء يا علي بن أبي طالب، في النفس وفي الاجتماع وفي كل مكان. يقول فهو فتنة لمن افتتن به. هذا اللي يدور بدع وضلالة وتفرقة، وذن سولفت لك إياها قبل شوية، يقول هذا فتنة للناس، فتنة للي يوقع بحبه ويمشي وراه، للي يحبه، لأتباعه، هذا فتنة. هسه تقول لي انت قاعد تسولف عن الفتنه وتسولف عن الشبهه، شو رجعنا للفتنه؟ اقول انتظر بعدين. شو تقول لي؟ واردك ما تنسى يا عيوني، انت اريدك ما تنسى، واذا انا نسيت تذكرني. احنا هيك متفقين انا وياكم، احنا مجلسنا مو روتيني، انا ما احب المجلس الروتيني، ولهذا اسال الاخوه وانتظر جوابهم وباوع لهم وما اريد واحد ينعش فيهم. مو روتين، جايين نتعلم أنا وياكم. وحق أمير المؤمنين، وأنا على منبر الحسين استفدت كثيرا بهاي الأبحاث وياكم من نهج البلاغة. يعني أنا وعلى المنبر مثلا ما قاري قبل هذا، هاي مثلا القبل أنا على المنبر يصير ببالي أقرأ، أنا خالي مأشر بس على أنه الشبهة نزج شنو؟ نزج عنكبوت. بس على المنبر يصير عندي واهس اقرا من البدايه، ما محضر عن البدايه، من اقرا استفيد. يعني مو بس انتم، شهد الله انا قاعد استفيد كثيرا الان. هذا علي بن ابي طالب، كنا عيال على مائدته، من هو اللي ما يتعلم من علي بن ابي طالب؟ ما تقول لي من هو ما يتعلم من علي بن ابي طالب؟ منو؟ زين. يقول مشغوف بكلام بدعه ودعاء ضلاله، فهو فتنه لمن افتتن به. زين. ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته. ضال مضل، مو بس ضال، هو ضال بسبب اللي اتبعهم الضالين قبله، وهو مضل لمن شنو؟ اتبعوه من بعده. ضال مضل، هذا ابو فتنة، هذا ابو مشاكل، هذا ما يخلي المؤمنين تجتمع رايتهم في يوم من الايام. شكو قضية تثير الاستغراب يطرحها بين الناس حتى يخلي الناس كل واحد جوا نجمه، هاي شنو ذاك شنو هذا شنو الى اخره، ويفرح لما المؤمن يصير في الحالة هذه. زين. لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته حمال خطايا غيره. ايش اكو ناس ظلوا بسببه هو يتحمل خطاياهم يوم القيامة. توقع هذا شنو يشيل؟ هسه من باب الشيء بالشيء يذكر حتى الاحبه ما يتعبون، ما اريد بس اقرا، ما اريد بس اقرا كلمات الامام علي، نعلق حتى الاحبه ما يتعبون. انا قارب رواياتنا الشريفه، اكو واحد مر عليه نبي يدعو الله،
إلهي رابط روحه بين حجرتين، ربي اغفر لي كذا. رب النبي سأل ربه قال له إلهي هذا استغفرت له؟ قال لا ما اغفرت. قال له زين. راح هذا النبي المدينة ورجع بعد فترة، مثلا 6 شهور 7 شهور بعد مدة رجع، لقى هذا رابط روحه مرة ثانية بين حجرتين، كل يوم يجي يربط روحه ويدعو. قال له هاي من عفتك؟ قال له كل يوم أجي هنا أدعو الله يغفر لي وكذا. يا نبي الله شوف الرب غفر لي. النبي كلم ربه قال له إلهي هذا صار له خطية 6 شهور بين حانة، قلب انكسر عليه، هذا ما تغفر له؟ قال له لا ما أغفرت له ولن أغفر له، لو يقطع جسمه ما أغفر له. قال له ليش يا رب؟ أنت رحمن رحيم رؤوف، ليش؟ قال له هذا سوى دين باطل وخلى الناس تمشي عليه وماتت على دينها الباطل، إذا ما يرجع المات ويقولهم دينكم باطل ويتوبون عنا ما أغفر له. هذا الناس ماتت على الباطل اللي هو سواه، خيرجع الأموات يتوبون إلي يلزمون دينك الصحيح يا الله أغفر له. يعني هذا إلى مغفرة يوم ما إلى مغفرة ما ننتهى خلاص، لا تتعب نفسك ولا بس. علي بن أبي طالب يقول هذا أبغض الخلائق إلى الله، هذا حتى خطايا الناس هو يشيلها يوم القيامة، ومشاكل الناس واختلافات الناس، وهاي الاختلافات بعض الأحيان تؤدي إلى أن يقتل بعض الناس بعضهم، هاي كلها بسببه وكلها هو يتحملها، وهو أبغض الخلائق إلى الله، والله لبغضه له وكله إلى نفسه. قال له تزيدها ما أسدد لك، يلا أنت مو شكولها ما أسدد لك. عدنا بالروايات الشريفة إذا الأحبة يلتفتوني، أكو بعض المخلوقات يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، طبعا آية قرآنية، أكو آية قرآنية من ذلك، ولا يزكيهم ولا يكلمهم، أكو خلائق الله ما يباوعدهم يوم القيامة. هذا شنو أقول؟ عدنا بالروايات يوم القيامة من قد ما رب العالمين يغفر إبليس يطمع بغفران الله، مش قد يغفر. عدنا هيك بالأثر أنه واحد آخر واحد يقف على صلاة القيامة ينادى به إلى النار خذوه فغلوه، هاي صحيفته بها ذنوب، فأثناء ما يجروه للنار يباوع خلفه هيك، رب العالمين يقول له ليش نظرت إلى خلفك؟ يقول له طمعا برحمتك. قال لهم عبدي طمع برحمتي أرجعوه إلى الجنة غفرت له. هذا بعد رحمتي ما هيك يغفر. الآية تقول أكو ناس يوم القيامة الله ما يباوع لهم فضلا عن أن يغفر لهم، ما يباوع لهم ولا يرحمهم ولا يكلمهم. منو اللي يكتمون البينات يكتمون الحق؟ منو اللي يكتمون الحق؟ النبي قال من كنت مولاه فهذا علي، هو قلبه ما ينطي يقولها، يقول أنا ما سمعت النبي قال، أنا ما سمعت النبي قال لك مو تجي تحاضر بعين الغدير، يقول ما سمعت كتب. هذا يوم القيامة تشرب العالمين، هذا كقرآن كسنة. منه الامرأة اللي تخون زوجها على فراشه، امرأة تخون زوجها على فراشه يطلع للشغل تخونه، بالروايات الشريفة يوم القيامة رب العالمين يقول لا أنظرنك ولا أكلمك ولا أرحمك وإلى النار وبئس المصير. يعني سويتي ذنب عظيم ما يغتفر. بعد شفت بالروايات الشريفة من جملة اللي ما يكلمهم الله يوم القيامة الرجل الكبير إذا مات وهو عاصي، يعني إنسان عمره كبير، الله يحفظ آبائنا الكرام الأطياب الأخيار المؤمنين الأبرار خصوصا الموجودين في مجلسنا، أقبل جباههم وأيديهم، أهل السبحة وأهل الاستغفار وأهل التكبير وأهل الحمد، هالوجوه الحلوة هاي هالعقل الطيبة اللي واحد يشوفها قلبه يرتاح، أهل الصلاة وأهل القرآن وزيارة الحسين، دول اللي نتبرك بيهم ونشرف بتقبيل أيديهم واقعا، آبائنا الأطياب وأمهاتنا المؤمنات الخيرات، أهل الصلاة وأمهات الصوم وزيارة الحسين، كلام مو عن دول الكرام الأبرار، لا الكلام عن رجل كبير مثلا بالسن وهو لا يصلي. يا بر انت بعد عمرك كبير توب لله، يقول ما توب انا ما توب.
هذا بالروايات الشريفة إن مات على هذا الحال يوم القيامة ربي يقول لا أنظر لك ولا رحمك ولا حاجيك، وجهنم وبئس المصير. اتشي بالروايات الشريفة. إلهي نعترف إليك بقصورنا وتقصيرنا، فاغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر ذنوبنا. إيه والله نعترف، كنا ذنوب وكنا آثام وكنا خطايا، ونتوب من ذنوبنا يا رب، وننظر إلى وجهك الكريم ونستغفرك ونحمدك يا رب العالمين. ارحمنا واعفو عنا واغفر ذنوبنا بمحمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد. هسا عرفنا من هو الصنف الأول أبغض الخلائق إلى الله، وما عرفنا الصنف الثاني. هنا وين نزل عنكبوت؟ أخرت عليها نزل عنكبوت، شو وقت نوصلها؟ هاي وياها، ما يخالف أقرأ قبلها شوية؟ يو تعبنا ما تعبنا؟ انتوا قاعد تشجعوني وتاليها تعبانين وتجاملوني وبعدين تقولون هذا جزعنا اليوم، وانا من هاي اخاف؟ من تقولوا لي كمل تتحملون المسؤوليه ذلك. الصنف الثاني، الله يحفظكم جزاكم الله خير. الصنف الثاني ورجل، هذا ابغض الخلائق الى الله، هاي اثنين. ورجل قمش، قمش يعني جمع، ورجل قمش جهلا. الناس تجمع علم، هو يجمع شنو؟ يجمع جهل. يا أخي سبحان الله، لله في خلقه شؤون واقعة، لله في خلقه شؤون. أكو ناس تجمع جهل، أكو ناس العفو تجمع علم، أكو ناس تجمع فلوس، أكو ناس تجمع نسوان، وأكو ناس تجمع جهل. هسا هذا تخليه بيا خان هذا يجمع جهل، ما أعرف. ورجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة، موضع العفو، موضع في جهال الأمة، عاد، عاد يعني من العدو، يعني يمشي بسرعة، عاد في أغباش الفتنة. أغباش يعني ظلم. مولانا هذا يجمع جهل من جهل ويركض شنو؟ بالفتن. وجي شر، شكو مشكلة تلقاه، إش أكو أمر صعب يشوف وجهه، إش أكو خراب بين رجال ومرته تلقى هو إلى ضلع، إش أكو طلابة بين عشيرة وعشيرة تلقى وجهه المشؤوم موجود وتلقى هو مدخل روحه، إش أكو شر بالدنيا تلقى إيده بيه. هذا الإمام علي يقول هذا أبغض الخلق إلى الله، الله يكرهه، ما يحب وجهه أصلا، ما يحب هذا الوجه. مثل منو؟ مروان بن الحكم، هذا اللي قلت لكم على النبي طالب قال له اعزب عن وجهي قبح الله وجهك، ما شفت وجهك الا بالشر، ما يوم شفتك بخير يا مروان، ايش اكو شر القاك اول واحد، شنو من وجه شرير هذا؟ مثل هذا، شلون هذا؟ ومن هو على شاكلته. الانسان المؤمن وجه خير، خير خير، يصلح المؤمن. المؤمن إذا يدري بيك خربان ويا أخوك يجي يقول لك، هنا الكذب جائز بل مدعون إليه، يجي يقول لك البارحة كنت يم فلان والله ذكرك بخير ومدحك وقال فلان طيب، هذا الخير، الخير يصلح ما يخرب. عيوني انت الدنيا ما تسوى، واللي يسمعني بالتلفزيون ما تسوى، خلينا نعدل ارواحنا، نعدل وضعنا، والله ما تسوى. وسع صدرك ما تسوى. مروان الى يد بقتل الامام علي، مروان إلى يد بقتل الإمام الحسن، مروان لما الوليد بن عتبة دز على الإمام الحسين بالليل، الوليد قال للحسين اذهب أبا عبد الله على اسم الله، للحسين قال له نصبح وتصبحون ونشوف شو يصير. مروان كان قاعد
قال له الحسين اذا طلع ما تلزمه بعد، خليه الان يبايع، واذا ما بايع اضرب عنقه. ابو السجاد غضب، هذا الحسين ابو الحلم والرحمه غضب. مروان كان قاعد بصف الوليد الوالي، اجى المروان لزمه من تلابيبه، شاله من الكرسي بيده وجلد به الارض، ذب بالقاعه. قال له انت تامر بقتلي يا ابن الزرقاء؟ وعلى صوت الحسين، والحسين كان متفق مع بني هاشم يوقفون بباب قصر الوليد بن عتبه، وقالهم اذا على صوتي فهجموا هجمه رجل واحد، لان هذا خاف مسوي مخطط لاغتيالي. هجم بنو هاشم يقدمهم ابو الفضل شاهرا سيفه، ووصلوا للوليد وطوقوا القصر، فسقط القصر بايديهم. الوليد قام يرجف، قال له ابا عبد الله اقسم عليك بالله الا ما تركت مروان، لان الحسين خلى مروان بالارض وجلس على صدره وصاح تامر بقتلي يا ابن الزرقاء؟ هجموا بنو هاشم. قال له اقسم عليك بالله بجدك رسول الله الا ما اخذت اهلك وانصرفت، انا الوالي مو هذا وجل شؤم مروان، قلت لك روح ما لك شغل بمروان. طلع الحسين مثل هذا هالشتولات هذه. يقول امير المؤمنين، يقول قد سماه اشباه الله 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 الله، شنو هالجمال، قد سماه اشباه الناس عالما. اللي يمشون وراء ناس واشباه ناس، اشباه ناس لملوم، شكول شكول سموه عالم، هو مو عالم، هو جامع جهل. وليس به علم يعني. فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما ارتوى كذا، الى ان يقول عن هو هذا، عن هو هذا، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره. لا حول، يحل مشاكل الناس ام صار هذا؟ اتوقع يعني، شوف حظ الناس شلونه، اللي هذا يصير هو قاضيها يعني. ومن عجب الدنيا، الشاعر يقول ومن عجب الدنيا حكيم مصفر واعمش كحال واعمى منجم. اذا المنجم اعمى بعد خو عرفنا القمر شو وقت يطلع، الهلال شو وقت يطلع وشو وقت يغيب، والحكيم مصفر، والكحال اعمش، يعني هذا تدري وضع الكحل بالعين كلش دقيق، يعني اقل غلط يسوي لك شنو كارثه. فتوقع اذا الكحال مال الناس اعمش، سلم لي على عيون الناس يا عين تبقى سالمة. المهم ما اقدر احكي، ما اقدر، ما اقدر. المهم ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، توقع فإن نزلت به إحدى المبهمات، يعني الأمور المشكلة، هيأ لها حشوا، حشو جيب لها منا منا سوى هذا الحشو، مرتبط بالشغلة ما مرتبط، هو بالنتيجة اللي يقولها نفتهم، ما أدري واضح يعني. تروح الدكتور وهو مو دكتور، اسمه دكتور بتشذب هو مو دكتور، وتقول له أنا مريض، هو ما يقول لك مالك علاج، يقول لك لا بالخدمة، فيعطيك كبسولة منا أنا أنت منشول، هي مال كلية، مال كلية، كبسولة مال كلية، يقول لك هاي كبسولة خذ اثنين باليوم، وذيك مال ضغط وأنت منشول يقول خذ ثلاثة، ووحدة مال تنزيل السكر هذا ما أعرف شو يسموه، فد أوبرتين أنسولين ما أدري شنو، وأنت بيك نشلة. يقول هذا هم هيك يطل الناس من يجون ياخذون، يعني من يردون يحلون مشاكلهم، هذا يجمع لهم هيك حشو ويقول لهم هاي حلكم بهالطريقة هذه. فتوقع الناس ايش راح يصير فيها يعني. زين.
روحي فداك يا أمير المؤمنين. يقول هيأ لها حشوا رثا. شنو يعني رثا؟ باليا باليا، يعني أكل عليه الدهر، يعني هم الكبسولة هم يسموها أكسباير هم يعني الكبسولة مو بس مال مرة ثاني وقتها هم شنو خلصان أكسباير الإمام علي منتهية الصلاحية. يقولون هذا علاجه. من رأيه ورأيه بس جهل زين، ثم قطع به. يقولون مالكم علاج غير هذا، مالكم علاج غير هذا، لا ترحون الغير، هذا العلاج. بعد ثم قطع به إهنانه، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت. اتوقع لو حارمك من ذاك الكلام بالبدايه وراسا جاي نسج العنكبوت الصوره تصير واضحه؟ ما تصير واضحه. فكون ابدي منك حتى تعرف الامام علي ايش يقصد. المشكلة يقول هذا من لبس الشبهات، وهذا اللبس منسوج نسج العنكبوت. يعني شلون ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد. الإمام علي يقول هنا شبهات فوق شبهات وخطوط رقيقة بالية لا تقي من حر ولا من برد. ما ادري خيوط العنكبوت تقيك من الحر بالصيف، تقيك من البرد بالشتاء، ويقول لك هذا الحل وهذا العلاج واشتغل عليه. اول تسميه للشبهه في نهج البلاغه نسج العنكبوت. المؤمن يكون يصير واعي ويتجنب الشبهه وما يوقع بيها، ويميز هذا منه ذاك منه، هذا جمع علم ذاك جمع جهل، ويميز ويغردل ويفهم ويقرأ، يكون ذكي واعي. خشك الهام. هكذا يقول علي عليه السلام: لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجاء أن يكون قد أصاب. يعني هو بعض الأحيان يجي عليك يا الله يطفى الدحشاية تطلع شنو صح، بس هو بقلبه شنو يقول؟ يعني هو جاهل يقول هاي يجوز غلط، هذا قلت لهم. الإمام علي يقول وبعض الأحيان يعطيهم حل هو شنو غلط، بقلبه شنو يقول؟ يقول هذا يجوز صح، أنا قلت لهم إياه. مولانا يعني مطفي منين؟ من الرئيسي. علي بن ابي طالب دستور حياتي ومو دستور حياتي. شوفوا نهج البلاغه المظلوم اللي احنا نخليه ببيوتنا بس للبركه شنو بيه؟ هو بركة، لكن اكو شيء اخر، علم. اكتفي بذلك. تعبتكم الليلة؟ الله يفيدنا واياكم بهدي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يفرق بيننا وبين مولى موحدين عليه السلام أبدا. فالخير كل الخير عند أمير المؤمنين عليه السلام. وقتي خلص المشكلة. احنا قلنا اكو تسمية للشبهة لو تسميات، هاي التسمية الاولى. بعد عندنا عدة تسميات للشبهة بنهج البلاغة إن شاء الله الليلة الآتية والليلة التي بعدها إن شاء الله تعالى.
ونخلص من الفتنة والشبهة. تعبنا من واحد شهر رمضان والهسة، الله يكفينا شر الفتن وشر الشبهات إن شاء الله تعالى، ويمشينا على الصراط المستقيم. أهل هذا البيت نور، بركة، خير، علم، رحمة، كرم، فائدة، بس الناس ما رحمتهم مع الأسف. الناس ما رحمتهم، الناس ما جازت إحسانهم بالإحسان، بل بالإساءة مع الأسف. ومع ذلك هم بقوا رحمة وخير وبركة وعطاء للناس، مع كل ذلك هم رحمة وخير. يعني توقع السيدة زينب عليها السلام مع كل اللي صار بيها من هالناس دولة، من الهمج دولة، مع كل اللي صار، ويا جدها النبي، ويا أبوها أمير المؤمنين، ويا أمها الزهراء، ويا أخوها الحسن، ويا أخوها الحسين، أهل البيت شنو صار بيهم؟ وخصوصا كربلاء، مع كل هذا اللي صار بالسيدة زينب بقت هي ابنتها علي بن أبي طالب، ابنة الزهراء، بكرمها، بعلمها، بعظمتها، بكل صفاتها الحسنة عليه السلام. توقع سيدة زينب مع أنها مكلومة مجروحة لما وصلت البيت الحسين عليه السلام، ولما صارت قريبة من بيت الحسين، يقول هذا الشاعر، يقول زينب كانت تسولف ويروحها. أنا مو هذا الشاهد مات، الشاهد راح يجي، بس هذا هيئة للشاهد، أنه سيدة زينب مع كل اللي جرى عليها يجيها سائل الباب حوشة، وهي استوها راجعة وواصلة للمدينة، وألم كربلاء وضيم كربلاء السيدة زينب ما رجعتها من دون عطاء، كأمها الزهراء، كأبيها أمير المؤمنين، كجدها رسول الله، ذولا معدن أصيل، المعدن الأصيل ما يتغير، هو 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 هو. بس قبل لا أوصل لهاي ذكرت أبيات هذا الشاعر، هيك يقول الله يرحمه توفى، يقول السيدة زينب قبل لا توصل الباب الحسين سولف ويروحها، تقول هيك أدق الباب باب الحسين، ويفتح الباب أخويا الحسين، ويطلع هذا حلم أنا شايفته، رؤيا كربلاء عبارة عن رؤيا أنا شايفتها مو صدق، يصير هذا إيه فرقة يا أبو اليمة، وأقول لن تخلص الفرقة، والله واقول لن تخلص الفرقة، ورد ردود يا ابن امي وصيحا هلا بهالملقة، وصيحا هم صدق رديت، لا كان زمان ايش خلى وايش بكى، اشوف الدار ذيك الدار، لا كان كلها لغياب غياب غياب غياب، كنت احكي ويا روحي شلون يا روحي من نصل لحزين، شحكي له وشبي له وابدي له الحديث منين، اذا لقيت اخوي شنو اقول له؟ شايفه حلم انا؟ وابدي له الحديث منين منين، اول ما احب ايده واقول له اقعد يا نور العين، اول ما احب ايده واقول له اقعد يا نور العين، خل من وجهك اشبح شوق. شلون حكي هذا؟ خل من وجهك اشبع شوف، يا تالي هليل اطياب، ونوب اللي اقل روحي اروح من اصل ابن امي، قبل لا احكي بضيمي واسولف محنتي وهمي، احط راسي على ذراعه وامزج دمعتي بدمي، واقول له موش انا زينب شلون تعوفني ويا جناب، واقول له موش انا زينب شلون تعوفني ويا جناب، حنيت 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 لاجل العيد كل الناس حنت، والله لاجل العيد كل الناس حنت، وانا ضلوعي لابو السجاد حنت، ايش كثر زينب على الخوات،
والله شكثر زينب على الخوائم حنوت لما مات ونشبتها المنية دخلت الى دار الحسين عليه السلام وقام نصبت عزاء على سيد الشهداء وبينما هي كذلك واذا بالباب تطرق من الطارق تعجب هذا السائل شنو هاي مره اول شيء الباب مسدود هاي مو عادة اهل البيت الديوان مغلق هاي مو عادته اثنين مره تجاوب من ورا الباب هاي مو عادة اهل البيت قالها سيدتي وافد على آل رسول الله كل سنة أجب هذا اليوم إيش عندك جاي أخ العرب زينب قالت له قالها سيدتي أنا كل سنة إلي هدية من الحسين بهذا اليوم ينطيني عطية سيد الشهداء وهاي العطية أنا أنتظرها من سنة سنة تعيشني واليوم يوم عطيتي من الحسين وجاي عليها سيدتي أريد سيد الحسين حسين ما ينساني كل يوم كل سنة أجي ألقى العطية حاضرة الهدية حاضرة وأنا جاي عليها وأرد أشوف الحسين قالت له أخ العرب الحسين ما موجود قالها سيدتي الحسين إذا ما موجود لابد خال هديتي يا أخو العباس قالت له أخ العرب العباس ما موجود قالها سيدتي شوفي لي علي الاكبر خاف الحسين خال هديتي يا علي الاكبر قالت له اخ العرب علي الاكبر ما موجود قالها سيدتي راح ابقى بالمدينه يوم يومين على ما يرجع الحسين قالت له ما يرجع الحسين بيوم ويومين قالها سيدتي اسبوع وارجع قالت له ما يجي الحسين بلا اسبوع ولا شهر ولا سنه يا اخ العرب اخ العرب لقد هيجت احزاننا اذيتنا لشمتنا استونا واصلين البيت الحسين قال سيدتي اخبريني ما صنع الدار بزادتي تقول له ماجور 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 يلتنشد على حسين والله ما جور يلتنشد على حسين وعذرك يا غلتنشد على لبين انا اخويا تركت بكرب الارقين انا عيوني تصد على المجبلين 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 ويخطر ببالي وياهم حسين انا عيوني تصد على المجبلين ويخطر ببالي وياهم حسين كل من الى غياب واحد اثنين بس غايب واحد وسبعين تقول له شكل الذي عنك ينشدون ينشدون قلهم الغياب والله يا قلوم الغياب ويجون هيهات للمنزل يعودوا والله يا ابو علي هيهات هيهات للمنزل يعودوا انا محيره ومغير اللون خويا والله انا محيره انا محيره اخ العرب ما ترجع من دون هدية لان هذا قام يصيح واي ماما وحسينا شنو صار بيكم آل رسول الله قالت لاخ العرب ما ترجع من دون هدية اذا الحسين راح اخت الحسين موجودة زينب كان الباقي عدها من كربلاء قلادة بس والباقي كله منهوب شالتها انطتها اياه قال له روح بيعها ورب العالمين يغنيك بيها ان شاء الله وما ترجع من دون عطية واخ العرب اريدك على العادة كل سنة تجرب اهل هذا البيت ما يردوك زين العابدين موجود الله اكبر مع آلامهم مع مصائبهم مع جروحهم بس كل شي باقي على حاله كرمهم على حاله ومحبتهم للناس على حالها
ألمي عليكم يا آل الرسول. مولانا بهالحالة هذه ودخل محمد بن الحنفية البيت الحسين. زينب قالت له يا محمد الما مش مثيله، جاتك بعد عز ذليلة، والله ذليلة عفت اخوتي بالطف جتيلة، وجيت بيسر ويا العيلة، يا محمد القصة طويلة. شحكي لك يا اخوي، شقول لك يا اخوي؟ والله يا محمد القصة طويلة طويلة، يذبل هضمها ما يشيل، يا بيذبل يذبل هضمها ما يشيل، عندي من الاخوة سبع اخوان كلهم ابطال من العدنان، كلهم ابطال من العدنان، والله عدنان لكن شو اسوي للدهر خان. العلويات يبكن، زينب تقول هن استراحن راح تموتن، زين العابدين يقول ما مررت على ديار عقيل من رجعت للمدينة الا وخنقتني العبرة. قال له ليش يا ابن رسول الله؟ قال لان هاي الديار كانت عامرة بالشباب، الان امر عليها بس نسوان تبكي. تدري ايش صار بآل عقيل يوم عاشوراء؟ مجزرة صار بآل عقيل، ما ظل ولا شاب من آل عقيل، كلهم أبيدوا. فالإمام يقول بيوتهم بقت بس نسوان، كل ما أمر على بيوتهم أسمع النسوان تبكي، فما مررت على ديارهم إلا وخنقتني العبرة، لأن النسوان تول على أولادها. إيش سووا بنو أمية؟ لعنة الله على بني أمية. زينب بتحاول تصبر النسوان على كيفتن، راح تموتن تأذيتن استراحا، من يرتاحا تقعد ببحده. خويا بالليل ون عليك بالليل، انا بهداي خويا او نموحل، خاف ان يسمعني المدالي، والله خاف ان يسمعني المدالي، وهن دمعهن دايمي. محمد وآله صلي على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، يسر امورنا، اكفنا شر الاشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. مؤسسون تقبل مجلسهم وأوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم. إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.